الحكومة الألمانية في برلين، وطبعا كان مؤتمرا نسفيريا لظروف الجائحة بتاعت الكورونا. المؤتمر نحن بنعتبره انه نجاح كبير جدا بدليل المساهمات والمشاركات الكبيرة، حدثت مشاركات واسعة وعلى مستوى عالي، حوالي 40 مشاركة دول وبينها منظمات دولية كبيرة جدا بما فيها الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية ومؤسسات مالية وتمويلية أخرى، بالإضافة لدول الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي اللي هو أيضا منظم مع ألمانيا للمؤتمر، وكثير من الدول العربية والأفريقية والآسيوية. نعتبره نجاح كبير جدا بهذا التمثيل العالي وبهذه المشاركة الواسعة. وبالنسبة إلينا إنه الرسائل الأساسية المراد من أجلها عقد المؤتمر وصلت. أولا كما يعني قال السيد رئيس الوزراء وتحدث كثير من المسؤولين، أن الغرض الأساسي من هذا المؤتمر هو إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، ونعتقد أنه هذا تحقق بنجاح كبير. هذه كانت القضية الأساسية، أن السودان يعود عضوا فاعلا معترفا به ومحترما في المجتمع الدولي. تنتهي سنوات العزلة، نحن عشنا سنوات من العزلة كان فيها اسم السودان مع الأسف منبوذا، وكانت القيادات الموجودة على السلطة في السودان لا تستطيع أن تتجول يمكن إلا في دولتين ثلاثة، خارج هذا الإطار لم يكونوا يستطيعوا أن يخرجوا إلى العالم. لن يستطيع السوداني أن يخرج إلى أي مكان في العالم ورأسه مرفوع بالفخر أنه ينتمي لهذا البلد ولهذا الشعب. ونعتقد أنه هذا المؤتمر هو تدشين الآن لعودة وإدماج السودان في المجتمع الدولي كما قلت، والاعتراف به عضوا فاعلا ومشاركا إيجابيا. الرسالة الثانية أعتقد أنه وضح تماما الاهتمام بمجريات الانتقال في السودان من خلال خطاب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية ألمانيا، كثير جدا من الوزراء والمسؤولين اللي شاركوا في المؤتمر عكسوا اهتمام كبير جدا بمجريات الانتقال في السودان وبالأوضاع فيه، وأرسلوا رسائل كلها تضمن وتؤكد على دعم العملية الانتقالية في السودان ودعم الحكومة الانتقالية. وجهوا رسائل حتى لأطراف الحكم المختلفة، دعوها فيها إلى الوحدة والعمل المشترك. وأعتقد أنه فيه اهتمام كبير جدا، عكسوا هذا المؤتمر وعكسته كلمات المشاركين.